السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعينا الكرام يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. عاجل جدا فوز الاقجع يقدم ببلاغ للكاف والفيفا ضد الجزائر، لماذا؟ نعرف مع بعض. لا تنسوا الاشتراك لايك وشير وبرتاج للفيديو وليكم تفاصيل الخبر. قالت صحيفة المنتخب المغربية نقلا عن مصادر خاصة أن الأقجع اشتكى الجزائر إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا والاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف والاتحاد العربي لكرة القدم بعد الأحداث التي أجريت في مباراة الجزائر والمغرب للناشئين تحت 17 سنة. وأكدت الصحيفة المغربية أن رئيس الجمعية الملكية المغربية لكرة القدم فوزي الأقجع رفع الشكوى لثلاث هيئات رياضية ضد الجزائر. طبعا منتظرة تعليقاتكم في الكومنتات، ولا تنسوا الاشتراك ولايك وشير وبرتاجي للفيديو.